إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الأخ عبد الرب منصور هادي إلى روسيا الاتحادية، التقى الأخ رئيس الجمهورية برئيس الوزراء الروسي ورئيس مجلس الإفتاء في روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات التي يجملها تقرير البعثة الإعلامية المرافقة لرئيس الجمهورية. يوم آخر حافل في سجل لقاءات الأخ عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية في زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية، تغلب فيه الملف الاقتصادي على مجريات المباحثات الثنائية على الملفات الهامة الأخرى. فقد التقى رئيس الجمهورية والوفد المرافق له اليوم في غوركي بضواحي العاصمة الروسية موسكو رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميديفيديف، وقد عبر الأخ الرئيس عن الشكر والتقدير للقيادة الروسية على الموقف المساند والداعم للتسوية السياسية في اليمن، وقال: لقد كنتم أيها الصديق العزيز رئيسا للدولة بداية الأزمة التي نشبت مطلع العام 2011، وكان قراركم إلى جانب تغليب مصلحة اليمن وتجنيبه الحرب الأهلية الطاحنة، كما كان لسفير روسيا الاتحادية في صنعاء سيرجي كوزولوف دورا بارزا إلى جانب زملائه السفراء للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء مجلس التعاون الخليجي في ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014-2051، وهو ما قاد إلى التبادل السلمي للسلطة في اليمن الذي شكلت بموجبه حكومة وفاق وطنية وأجريت انتخابات رئاسية مبكرة وخرج اليمن من دائرة الخوف. وأشار الأخ الرئيس إلى أن اليمن لو ذهبت للحرب الأهلية إلى جانب ما هو حاصل في الصومال والقرن الإفريقي لتعرضت المصالح والتجارة الدولية للخطر، مستعرضا موقع اليمن الجيوسياسي الحساس الذي تمر من سواحله ما يقرب من 4 ملايين برميل نفط خام يوميا من خليج عدن وباب المندب. ولفت الأخ الرئيس إلى أن اليمن اليوم في ظل أجواء الحوار الوطني الشامل يصنع مستقبله بنفسه على أسس منظومة حكم جديدة ترتكز على الحكم الرشيد من أجل قيام الدولة المدنية الحديثة، دولة العدالة والحرية والمساواة والقانون. وأكد الأخ الرئيس أن دعم ومساندة جمهورية روسيا الاتحادية سيظل مطلوبا حتى خروج اليمن إلى بر الأمان، ونوه إلى أن علاقات البلدين تقارب اليوم قرنا من الزمان وهناك روابط تاريخية وتقليدية لا يطويها النسيان. من جانبه عبر رئيس الوزراء الروسي ميديفيديف عن سعادته بهذه الزيارة وقال: نعتبر زيارتكم فخامة الرئيس دفعا جديدا لتنشيط العلاقات المشتركة بين البلدين في جميع المجالات، ونعول على استمرار كافة الاتصالات واستئنافها في كافة القضايا التي كان بيننا فيها حوار، بما في ذلك نشاط الشركات والتعاون على كافة المسارات العسكرية والتقنية والتعاون الإنساني. وأكد ميدفيديف أن التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار في مجال النفط والغاز سيتم توسيعه ليصل إلى حد الشراكة الاقتصادية المؤثرة إيجابيا لمصلحة البلدين الصديقين. كما بحث الجانبان الدور الروسي في مساعدة اليمن في تطوير وسائل الدفاع الجوي وتحديث المروحيات القتالية ومروحيات النقل والصيانة الفنية لمقاتلات الميك 29 وإصلاح طائرات الـ L-76 والآن 26 على أيدي الخبراء الروس. من جهة أخرى التقى الأخ عبد الرب منصور هادي السيدة فالتينا ماتفينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في البرلمان الروسي، وقد بحث الجانبان علاقات البلدين الصديقين المتطورة وآلية الدفع بها إلى الأمام عبر إيجاد تشريعات وقوانين تهيئ مناخات التعاون المشترك. وقد استعرض الأخ الرئيس التطورات السياسية في اليمن ودور الدول ذات العضوية في مجلس ومنها روسيا بدعم اتجاه التغيير في اليمن عبر المبادرة الخليجية والحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه بالخروج بدستور ونظام جديد يجمع اليمنيين، مؤكدا على دور مجلس الاتحاد الروسي بتفعيل عمل اللجنة الوزارية بين الدولتين لتعاود نشاطها ودفع العلاقات البرلمانية اليمنية الروسية لتهيئة الأجواء التشريعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال الرئيس: لقد لفت انتباهي عند زيارتي لمجلس الاتحاد الروسي مجموعة الأعلام للأقاليم الروسية المختلفة والتي تدل على قبول كل إقليم بالآخر تحت قيادة موحدة مركزية، ودعا البرلمان الروسي لاختيار بعض من أعضائه بالإضافة إلى خبراء في القانون لزيارة اليمن وإعطاء فكرة عن الدولة الإقليمية وكيفية إدارة الأقاليم المتعددة وإدارة المركز، بحيث يتم الاستفادة من هذه التجربة ضمن التجارب المطروحة على طاولة الحوار الوطني الشامل. من جهتها، أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن اليمن هي الدولة التي اختارت الطريق الصحيح للحل عبر الحوار في دول الربيع التي ما تزال تعاني من مشاكل، وأن روسيا التي ترفض التدخل الأجنبي في أي بلد تقدر أن اليمن يمضي نحو تقرير مصيره بنفسه واختيار نظامه ودستوره بإرادة خالصة، وستكون روسيا شريكة لليمن في إنجاح هذه المساعي. وقالت إن زيارة الرئيس هادي لروسيا ستعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، لا سيما في المجال البرلماني، أفضل مما كان عليه في الماضي. وقالت: نريد أن نقف مع إمكانية تطوير وتنسيق الاتفاقيات بين البلدين ودعم العلاقات التجارية التي لم تتجاوز 234 مليون دولار في السنوات الأخيرة، وهذا المبلغ لا يعكس حجم العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين. مؤكدة أن زيارة الرئيس ستعيد إطلاق اللجنة الوزارية الثنائية اليمنية الروسية في مجال الاتصال والتجارة والعلوم، وستعمل على تنشيط أعمال الغرف الصناعية والتجارية ومجلس الأعمال بين البلدين. وقالت: نحن على استعداد في تقديم التدريب للكوادر اليمنية في المجالات المختلفة وزيادة المنح الدراسية المقدمة لليمن والتي وصلت إلى 110 منح دراسية سنويا، موضحة أن ما يقرب من 50,000 من خريجي اليمن قد استفادوا من الدراسة الأكاديمية والجامعية في روسيا منذ كان الاتحاد السوفيتي وحتى عهد روسيا الاتحادية. وأكدت أن البرلمان الروسي يشجع على الثقافة والسياحة ويعرف المكانة التاريخية والحضارية التي تتمتع بها اليمن، ما يجعلها مقصدا سياحيا. وأكد الجانبان في الاجتماع على المصادقة على البروتوكولات والقوانين